مرحبا، أنا تومي من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استخدمت تأشيرة فيتنام لدى الوصول هذا الصيف، ولقد وجدت أنها أرخص وأسهل بكثير الحصول على تأشيرة فيتنام معها. دعوني أريكم كيفية الحصول على واحدة في موقع www.vietnamimmigration.com. املأ طلب الموافقة على الإنترنت، ستأخذ من وقتك بضع دقائق فقط، مما يوفر عليك الكثير من الوقت في الحصول على التأشيرة من السفارة أو القنصلية دون ملاحقة السفارات أو أي طوابير أو رفض جواز السفر. ادخل إلى موقع www.vietnamimmigration.com، انظر على زر طلب التأشيرة، عندئذ سترى استمارة على الإنترنت لملء طلب التأشيرة عند الوصول. اختر نوع التأشيرة: شهر واحد دخول واحد، شهر واحد متعدد الدخول ما إذا كانت الزيارة إلى فيتنام متعددة في شهر واحد، ثلاثة شهور دخول واحد، ثلاثة شهور متعدد الدخول ما إذا كانت الزيارة إلى فيتنام متعددة في ثلاثة شهور، وتوفير تاريخ الدخول والخروج لتأشيرة دخول ومنع الوصول، ثم توفير المعلومات جواز سفرك مثل الاسم وتاريخ الميلاد، الجنسية، رقم جواز السفر وتاريخ انتهاء جواز السفر. دع الشفرة الترويجية للحصول على خصم إذا كان لديك واحدة. سيقوم النظام بالخصم تلقائيا إذا كنت من العملاء الأوفياء. توفير البريد الإلكتروني الخاص بك للحصول على التأكيد وتلقي خطاب موافقة للحصول على تأشيرة فيتنام الخاصة بك مع تعليمات ما يجب القيام به عبر البريد الإلكتروني. انظر فوق سر تابع للتحقق لدفع رسوم الخدمة. يمكنك اختيار الدفع عن طريق الباي بال أو بطاقات الائتمان. الرجاء اختيار ادفع لاحقا إذا كنت ترغب بطلب الخدمة أولا ثم الدفع في وقت لاحق. انتظر من 1 إلى 2 أيام للحصول على خطاب الموافقة عبر البريد الإلكتروني، ثم اطبعها لإظهارها عند الصعود وعند الوصول في مكتب التأشيرات الموجود أمام خط الهجرة، وذلك للحصول على تأشيرة مختومة على جواز السفر.